بس الصدفه غريبه والله ان انتوا طلعتوا جيران. ما هي الدنيا صغيره برضه يا استاذ حميد. قوي والله. يعني انت من عين شمس اصلا بقى؟ لا الحقيقه انا مش من عين شمس، انا الوالد لما جه من البلد قعد هناك شويه يعني. بس انت ما قعدتش كتير في عين شمس. انا والدي الله يرحمه لما جه مصر قعدنا في البيت ده وفضلنا عايشين فيه لغايه دلوقتي. الشارع ده كله ما كانش فيه غير بيتنا. شوف بقى حضرتك الدنيا دلوقتي بقت عامله ازاي. هو برضه مفيش حاجه بتثبت على حال. والله ده انا في المكتب عندي كل يوم بطلع اكتر من 20 شهاده ميلاد، ده في مكتبي بس. وعلى كده بتعملوا كام شهاده وفاه؟ بتبقى 5 شهادات. طب الفرق الكبير ده جاي منين؟ طنط ام الفين زينه جايه حالا، عروسه بقى. هاجر اندهي لاختك. حاضر. هي العلبة دي فيها ايه؟ شوكولاتة؟ مرزوق بعدين. انا عايز افتحها. مرزوق رجعها مكانها ايه؟ سيبوه براحتك. ايه بقى شيء؟ لا يهمك، واكل الاولاد بيحبوا الشوكولاتة. مساء الخير. اهلا يا حبيبتي السعادة. ما شاء الله تبارك الخلاق فيما خلق. ازيك يا ممكن؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلمي على طنطك يا زينة. ازيك يا طنط؟ اهلا. ازيك يا رانيا؟ عامله ايه؟ على فكره زي ما انتي ما اتغيرتيش. لا انا اتغيرت. ازيك يا زينة؟ ازيك يا طارق؟ ولا طارق طلع ذوقك حلو اول. ده كله من ذوقك طالع لوالده. طبعا. لا مش طالع لوالده خالص. لا مش طالع.